رمضان الخير بكفر قرع غير، وأنتم تشاهدون بأم عينكم كيف إنه رمضان بأجواء مميزة. آلاف مؤلفة تأتي إلى رمضان ماركت كفر قرع. ارتأينا لا يكفي أن نتغنى بالشعارات لنحارب الجريمة والعنف، مثل هذه الفعاليات التي تحتضن أولادنا وشبابنا، هذا هو العنوان لمحاربة جرائم العنف والجريمة في وسطنا العربي. كفر قرع يعني بحلة جديدة من الزينة تستقبل رمضان الخير، بحلة من الفعاليات، دوري رمضان، فوزي وموزي، رمضان ماركت، وفعاليات أخرى. جميع هذه الفعاليات تحتضن شبابنا صبايانا. شايفين الأجواء كدش رائعة بعد فترة كبيرة طويلة من الكورونا، من الإغلاق، الناس بدها تتنفس، بدها تطلع. رمضان مبارك، كل عام انتم بخير. والله كان اشتغل لكم هاندي جي بمناسبه رمضان ماركت بالبلد كفر قرع. والله بكى تفاعل مليح، الناس انبسطوا وانا انبسطت وكلنا انبسطنا. ولما انا فتت بهالمجال فتت يعني من صغر، من ابوي تعلمت. انظر إلى هذا التدفق البشري، إلى هذا الطوفان الرائع. يعني الحضور ليس فقط قرعاوي، الحضور هو قطري بامتياز سماح. يعني أجمل ما في الفكرة، إحنا مجتمع عربي، وأنا ضد الفئوية الجغرافية، ابن البلد، أنا أكره هذه المصطلحات. إحنا كلنا وطن واحد، مجتمع واحد. أجمل ما في الفكرة إنه كلنا هنا نصاهر في بوتقة واحدة، مجتمع عربي فلسطيني في البلاد يفرح فرحة رمضان بعد جوعنا الثقافي، بعد جائحة الكورونا، بعد جائحة العنف. هذا التعطش الكبير لإسعاد الناس، لإسعاد العائلات. أعتقد أن مجلس كفر قرع انفرد وتميز بهذه الخطوة الطلائعية. والله حلوات يعني، وحبيتها ديجة صغير. كثير حلو الإشي، وعن جد كل الاحترام، خطوة منيحة للبلد إنه هيك عم نغير أجواء بعد ما بكت فترة كثير صعبة من ناحية كورونا وقتل، فكثير إشي يعني بغير للأجواء. كريم للجميع. أنا اليوم موجودة هنا برسم للأطفال على وجوههم. طبعاً اقتصادياً الإشي كتير بيساعدني، لأنه كانت فترة كتير صعبة على الجميع بسبب الكورونا طبعاً، اللي كتير مصالح تعطلت، وكتير الإشي ساعدني وساعد الجميع. رسمت رسمتين وتصورت مع الأرنب والسلحفاة وأكلت بشار. صراحة السنة هاي ما في يعني أجواء زي كل سنة، حتى الحكومة نفسها كانت تزين الشوارع، وكان يكون في يعني كان يكون في حفلات، يعني مثلا الناس تفطر في الشارع وهيك. مثلا ممكن يسووا زي هيك، مثلا يصير في إجراءات احترازية رغم كورونا. يعني مش مفروض كورونا توقف هاي بهجة رمضان، يعني كورونا أو غير كورونا خلص تعودنا إحنا، بس ناخذ الإجراءات الاحترازية وزي كل سنة يعني يكون لها بهجة.
طبعا وسط البلد لها أجواءها الخاصة، منطقة شعبية، منطقة تحظى بالأماكن القديمة، تحظى بال يعني تشعر أنها لمة وسط البلد شبيهة بكثير بلمة الأقارب بلمة العيلة، فيها ريحة أجدادنا، فيها ريحة آبائنا وأجدادنا، فيها روحانيات كثير حلوة، فيها يعني لمات حبيبة، لمات هاشم، هي لمات كتير يعني حلوة كتير، خصوصا بهاي الأيام المباركة. فوسط البلد لها رونقها الخاص وإلها طقوسها الخاصة بهذا الشهر الفضيل. بخصوص الإجراءات التخفيفية اللي أخذتها الحكومة، سواء يعني إلغاء حظر الجمعة وصلاة التراويح وصلاة المغرب سير على الأقدام، هاي ما راح تأثر نهائيا يعني كجو رمضان زي السنوات كما كنا نشهد سابقا، ما راح يأثر نهائيا لا على حركة التسوق. ممكن يعني خلوا بس فتحوا مجال يوم الجمعة للناس اللي عطلت تعطل من شغلة تنزل تسوق من المحلات التجارية بس. أجواء رمضان طبعاً بعد مع الحظر ما فيش ناس، يعني فيش ناس إنك تعمل محل أجواء أصلاً، تمشي في الشارع ما في حدا، بدك الأجواء الصح تعال بعد العصر مع الازدحام اللي بصير مع الناس. الشمال مدينة الفيحاء طرابلس، منحييكم مشاهدي قناة مساواتا. المبادرة يلي رح نعرفكن عليها اليوم أطلقتها مجموعة كشفية تستهدف فيها مناطق شعبية لتوزع الحلويات بعد الإفطار. المبادرة أطلقوا عليها حلو الصائم. أنا متطوع بالمجموعة الكشفية، قائد الفرقة الموسيقى، دراستي هي شيف حلويات. طوعت أنا أنه نحن بنشتغل هالمشروع بما أنه الناس هلا نحن بوضع سيء، الناس عم تاكل ما حدا بينام بلا أكل، وكمان ما بدنا حدا ينام بلا حلويات. المؤسسة المجموعة دعمت هالمشروع بكامل طاقتها، والحمد لله عم نوزع كمية أكتر من اللي كنا عم نحكي فيها، عم نشتغل بكميات وعم نعطي كميات للناس أكتر من العدد اللي كنا نحن على أساس نشتغل. بالنسبة للنوعية والجودة، فحكيت أنا مع القائد أنه نحن بدنا نوزع للناس، قال لي أحمد نحن بدنا نشتغل بطريقة كأنه عم تشتغل لبيتك. الشباب الكشاف مبدعين بالأفكار، مش أول فكرة يعني بتكون خلاقة وهادفة. الفكرة هي إدخال الفرحة للبيوت اللي متعففة، يعني رمضان ما حلو بدون حلو. في ناس كتير ما قادرة بهالغلا وبهالأوضاع المعيشية المزرية تجيب حلو على بيوتها، قلنا نحن خلينا نقوم بهذه المبادرة، منا بدلوا روحانية رمضان موجودة بالبيوت، ونحن عم نستهدف
يعني أطياف المجتمع اللي أو الأحياء الشعبية اللي هي معودة يعني هديك السنة قادرين كانوا يجيبوا، هالسنة صعب كتير يفوتوا على محلات الحلو اللي هي اليوم أسعارها كتير باهظة. هذا بحاجة بصراحة، مش عم نفرق بين جنسية أو لون، ومستهدفين كل المناطق الشعبية بالميناء، وبخطتنا بدنا نستهدف بعض المناطق بمدينة طرابلس ومخيم البداوي. بدنا من خلال هذا المنبر نوجه تحية لأهلنا المرابطين في القدس، ونقول له إن شاء الله نحن منحلي بالانتصار، منحلي منوزع حلويات بالانتصار.